عليكم مرحبا بكم بلوك جديد. معلينا نقول لكم عيدكم مبروك. المهم نخرجوا من هذه البلاصه ونكمل لكم الفلوق. راكم عارفين الناس بزاف شويه ستريس هنا، يا انتم عيدكم مبروك ونتمنى تكونوا دوزتوا مزيان مع العائله نتاعكم وراكم عزاز. وراك اكثر من 15 سنه انا ما عيدتش العيد كبير في المغرب يعني، وعاد فرحه كبيره بزاف. ابقى يمشيو عليا تسناو بعدا نمشيو نكملوا لكم. كنت جيت عند حنا نترحم عليها مسكينه الله يرحمها. نتوما زيدت 33 مات 2018 الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين فين ما كانوا. والدنيا فايته خوتي، الواحد يدير الخير ويصدق ويشوف الوالديه وراه الدنيا فايته. المهم راكم عزاز انتوما الله يرحم جميع هاد المسلمين اللي ماتوا ويرحم جميع المسلمين في اي مكان، كلشي يقول امين. المهم دوك غادي نمشيو نذبحو ان شاء الله ونكملو لكم. راني فرحان حيت اكثر من 15 سنه ما عيطتش انا والله، سمحوا لي. واش لافا المهم خوتي راحنا هنا في الانطوراج غادي نذبحو ونكملو لكم الفلوغ. والله ما كثر يجي راه فيا الموت نتاع النعاس. يلا بسم الله. يا لا فامي ما خوتي هما راهم يذبحوا، انا راني هنا نشوط الراس وراني نحيد له هذا الشعر هذا باش اليوم نقصيه. صور له مريم الراس مسكين مشى. انت دير غير بيدك يدك راه ماضيه. نتاع النعاس مشيت نعست شويه وجيت مع البارح قصرت. عارف بعد كي قصرنا نهار العيد كتجي واحد النعسه حلوه. احنا دوك كنديروا رحنا نشويو الكبده باش نديروا الملفوف. احنا في المنطقه الشرقيه كنقولوا له الملفوف، في الجهه اخرى ما عرفتش كي كيقولوا له، كل واحد يكتب لنا كي كيقولوا له في المنطقه نتاعها. وانتوما مازال ما درنا له ديك الشحمه هذيك الرده وارده نتاع. المهم بلاتي نوريكم التفاصيل. انا لهيها فرجي ديال الصور. واه دوكا هذه دوكا طيبناها نمشيو منها ونوريكم عاود اش انتم اخوتي راني ندير الملفوف. انتم القص اليوم كان غير الملفوف والدواره. اي لا فامي سافا سافا كوا. راني من دركا خصني نتعلم الفرنسي. تا التليفون رديته بالفرنساويه باش نمشي لفرنسا نبقى نبارلي شويه عليها. المهم لا فامي راه ثلاثة هانتوما. راه ثلاثة وخمسة، أنا راه عندي الربعة حيت مازال عندي الساعة نتاع سبليون. غادي نمشيو دروكا نعرقوها دوارة، دوارة راكم عارفين هذاك المصارن والكرش نتاع الحولي. نعرقوها داير مع واحد صاحبي مع الربعة نمشيو نضربو واحد الدورة ونوريكم الأجواء في السونتر نتاع المدينة كي داير. يلا صافي. المهم لقيت وليت كناكل راسي كلشي كلا، بقيت انا التالي هانتوما براسي نقصي نمشي للدار الاخرى نتاع خويا ندوش ونطلعو للمدينه نضربو شي تسركيله ونشوفو كي دايره الاجواء. يلا فامي المهم خوتي راني دوشت بصحتي وراحتي بصحتكم حتى نتوما.
راه انا اللبسات شاني شريته في تاولي فما كنت في تاولي تاولي فيها الرخه انتوما كي جيتكم شوف هاد السروال غوتشي هذا سيدي شريته قال لي 150 درهم ديته ب 100 درهم وهادي شريتها ب 13000 يعني 13 اورو انتوما شوفوا كي داير وشريت الفونس هادي شحال وانا باغي نشريها انتوما شي حاجه واعره شوفوا كي جات مع السبرديل باش ما تقوليش راه ما كنعرفش نلبس عاد داير مع الدراري صحابي نمشي عندهم للمدينه نضربوا واحد الدوره نشوفوا الاجواء نتاع العيد كي دايره هنا في المغرب راه اقسم بالله اخواتي اكثر من 15 سنه ما عيدتش هنا هذيك هي والسوبريم درت لكم هذا الكارطا هذا قال لي 170 درهم ديتو ب 100 درهم الفلوس كاع مشات لي في الكسوه والله الا بزاف والله الا كان ما يتشرى في المغرب خصني الفلوس وانا عارفين جبت حاجه قليله جبت شي شحال جبت 300 ولا 350 راه قلت لكم نص جبتو غير تاع اليوتيوب المهم يشوف الفيديو اللي ما نعرفش كيفاش نشوف الفيديوهات القدام باش تخلصت من اليوتيوب باش جيت لهنايا يلا بقاو معنا يلا فامي هانتوما كي جيتكم قولوا لي بالصحه والراحه هادشي اللي شريت ها شوف شتا لا شي حاجه هاي كلاس الله يحفظكم المهم خوتي انا دوكا نطلع ل غادي حتى انا كنسكن جيت التكوين تاع النصر غادي نشد تما طاكسي راه بعيده عليا التكوين بشي 5 مينوت نشد طاكسي تما ونجيبها في المدينه ان شاء الله ونتلاقى في المدينه وشوفوا على القطه غادي ندير يلا حسموا معايا 3 2 1 والله لا هذه هي وجده والله لا راني باب سيدي عبد الوهاب او والله ما متيق يا خويا بدر حتى هو راه هنايا وي 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 شلا فامي المهم خوتي حنا باب سيدي عبد الوهاب هذه كاع بلاصه مشهوره في وجده ما كلشي كيعرف هانتم شحال مره كنقول لكم داير بحال جامع الفنا نتاع مراكش خويا بدر السلام عليكم هانيا شباب مخير لي فان اخوتي لي فان تحياتي ليك خويا بدر هذا الكاميرامان تاعي دركا من لا فامي هذا راه الدري صاحبي هذيك يا خوتي غادي هنا ان شاء الله هنا كيديروا الحلقات كيديروا القروده واش كيجيبوا انت ولد وجده عاود لهم المهم خوتي كيديروا هنا القروده المهم تبغي تاكل كران واش غادي نقول لكم تاكلوا كلشي واش قول لهم واش دائما زعما الساحه كتكون هكا خاويه لا غير العيد اليوم العيد العيد الكبير الناس تاكل الكبده والاخر راه غير الناس راه العيد معرقاها الحام اللي يضرب شي مصاده نتاع اللحم تلقاه هنا عيدكم مبروك عيدكم مبروك تعيدوا تعاودوا ان شاء الله وباش ما تمنيتوا احنا باب سيدي عبد الوهاب راه الساحة نورمالمون ما كتكونش خاوية هاك وماشي غير الصيف راه حتى في الشتا يعني غير وجدة راه تبارك الله فيها الناس بزاف هذيك هي غادي نطلعوا لماكدو ثلاثة عام ما كليناش منادى هانتوما لا فامي لقيناهم وجادة ياك هانتوما تبانوا في اليوتيوب هذا الدري الدري مزيان شوف الزير شوف البوكوش ورمى عينيك ها شكون يشري خوتي يقول التيتيز غير اوروبا هو التيتيز الله يحفظكم خوتي الزينين الله يزرع بليزير يوتيوب يا ولا فامي رحنا هنايا في ساحه الحمام ساحه الحمام فهاد البلاصه معروفه واحد البلاصه واحد الساعه هنايا ساعه يا ساعه راه اخوتي راني درت لكم شي سينيماتيك يعني هاد البلاصه يعني هو السنطر تاع وجده الناس كتجي هنا بزاف يعني اي واحد كيجي لوجده كيجي لهاد البلاصه ومرحبا بكم شوفوا واحد البلوغ ان شاء الله غادي نطلعوا على وجده تيفوت واحد المهم واحد السيمانه ولا على هذا غادي تشوفوا ان شاء الله شي بلوك واعر على وجده غادي مونطي خويا جمال عزار راكم عارفين جمال عزار معروف في وجده المونتاج يدير له 20 زيرو المهم قلت لكم الساحه اللي حنا فيها نتاع الساحه غادي نمشيو عاود منها كاين واحد البلاصه عاود ماشي غير مشهوره يعني وجده معروفه بهذيك بزاف غادي نمشي ندير لكم واحد ديديكاس من كاين تما ثلاثه البلدان اللي عزيز عليا بزاف بزاف وغادي ندير لكم ديديكاس وغادي تشوفوا داك الشيء اي فوالا خوتي هانتوما المغرب اللي هو بلادي بيان سوغ ما نساوش عاد خوتنا الجزائريين اللي عزاز عليا بزاف اقسم بالله الا راكم في القلب لا المغرب لا الجزائر وديديكاس كبيره عاود خوتنا التوانسه ديديكاس كبيره كبيره هادو ثلاثه راهم في القلب وحتى هاد جوج راهم في القلب واخا ما عرفتهمش يلا بيس We'll be right back.
لا فامي. ها انت خويكم كرك دار لاباس ثانية. هما ولاد مدينة سيف وجدة العز. لا فامي لا فامي العز اخويا والله بيك بليزير والله بيكم باش كنكملوا. ديروا له ابوني ابوني ولايك العز العز والله لا حمدك خويا. واش لا فامي خوتي رحنا جينا لماكدونالد البلبال نهار العيد كلشي. تخيلوا باب سيدي عبد الوهاب اللي يعني السونتر نتاع وجده ما كيجيلو بصح كيجي لواحد البلاصه سميتها ماكدونالد. ماكدونالد هنايا المسكين اللي ما عندوش كلشي كيجي هذا النهار ما كان غير السيلفياتو عالم يا دي شحال بنادم ولا شحال بنادم. ندخلو نطلبو تاعنا شي موناضه ونستوني معاهم تما. امشيو ماكدونالد نطلبو قهوه وندير سيلفي في التواليت. اقسم بالله اخوتي اللي شاف هاد الديكور يقول راهم يعطيهم الماكله فابور يعني ما راهمش يشريوها. واش هذا بنادم يلا خذ يلا. المهم خوتي بنادم بزاف الا جيت تطلب شي حاجه حتى الفجر يمكن عاد الا لقيت عاد يقدر يوصلك حتى يقول لك صافي ما بقى لنا والو. ماكدونالد واحد مدريد فيها 200 ماكدونالد والله. المهم ماشي مشكل حتى حنايا انا والله ما عندي مع الماكدونالد. غادي نوريكم غير الاجواء منا كي دايرها انتوما. يبانوا لي هنا دايرين السيرك نمشيو نشوفوا واش راهم دايرين تما ونكملوا. ها هما لا فامي لقيناهم هنا في ماكدونالد. قلت ديديكاس اللي بغيت كريم ديديكاس اخويا كريم شي ديديكاس لعيبه سي بادر اكرام كامل العز ولاد وجده انتوا خوتي ولاد بنت العز صافي بليزير تهلاو لي براسكم خوتي. انا بغيت نعرف واحد الحاجه على الزعمة دايرين هنا الدراري فين يلعبوا الصغار وحنا علاش ما يديرولناش فين نلعبوا حنا ما نستاهلوش غير حوايج الصغار حنا يديرولنا شي حاجه نلعبوا بها حنايا ما نلعبوش ولا حكرتونا. طافي باولي بالاولي كيسون جابلو سي مونكولو ثاني يوم تاع العيد جينا هنا لواحد القريه نشوفوا لا فامي. ها هو خويا بدر غادي يهضر لكم على البلاصه اللي رحنا فيها. السلام عليكم خويا ايمن لا فامي ديالي مرحبا بكم. نهار كبير هذا وثاني عيد مبروك على واش كلهم في الرحمن مش عارف ما بين احفير والسعيديه ما بين احفير والسعيديه تحيه للناس احفير وناس السعيديه. انا البارح ما قدرتش نشوف لا فامي كاملين حيت كانوا بزاف والبارح بغيت ندير لكم بلوك بصح اليوم استغلت مشيت شفت لا فامي وغادي نوريكم. هما عرضوا علينا داروا لنا الشوال كثر خيرهم غادي نمشي نوريكم داك الشيء. بقاو معنا انتم لا فامي مع السي الصباح هو اللي راه يشوي لنا هنايا شي كلمه شي. اولا سيدي السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم تعيدون ان شاء الله بخير وعلى خير. انا خويا كنسكن في منطقه احفير كانت واجدوا هنايا الدوار الشرق الشرق على حساب واحد 40 دار أبابا وليداتنا وكنشوفنا الحباب كنفرحوا بهم كنشويو لهم كنشطوا معاهم كنقصروا معاهم ومرحبا بهم حبابنا هادو ونجوا عندهم ونجوا عندنا ونتلاقاو معاهم. الحبيب ها هو الموسم الثالث مازال ما باب الموسم الثالث. سعيد وكل المغاربه تونس الجزائر اصحاب اسبانيا فرنسا كلشي الجاليه المغربيه نشكرهم ومناسبه تاع العيد مبروك العيد وكل عام وانتم بخير وتحياتي للخو ايمن وبلوك وجامع لا فاميل وحميد ميمون وكلشي اصحاب اسبانيا مرسيا المناسبه جمال طريق والاخوان والاخوات في مدينه وجده والاولاد اختي ولاد خوالي والاخوان جميعا مبروك العيد وكل عام وانتم بخير وشكرا.